ذات جودة عالية ووفرة المياه وجو ملائم، عناصر تتوفر ببلدية مقطن بولاية أضرار بأراضيها الشاسعة، وعوامل تسهم في إنجاز وإنجاح المنظومة المتكاملة الزراعية الصناعية لتربية الأبقار وإنتاج الحليب المجفف. المشروع الضخم، وفورا بعد التوقيع على الاتفاقية بين البلدين الشقيقين الجزائر وقطر، يعاين وفد شركة بلدنا القطرية المواقع المحددة لإقامة المشروع، مطلعين على نماذج زراعية ناجحة بالمنطقة تؤكد جاهزية كل الظروف لاستثمار من شأنه ضمان أمن غذائي ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة الجزائرية. سعيدين بتواجدنا اليوم في ولاية أضرار. صراحة تفاجأنا من مستوى الخدمات المتوفرة من قبل الدولة وصولا للكهرباء. الكهرباء قريبا بتكون موجودة إن شاء الله. نوعية التربية كانت مناسبة. بشكل عام المنطقة أرضها خصبة ومناسبة إن شاء الله لاستقبال مشروع بحجم مشروع بلدنا في الجزائر. إضافة إلى أبعاد المشروع الاقتصادية من تقليص لفاتورة الاستيراد واستحداث الثروة، يحمل الاستثمار أبعادا اجتماعية هامة على رأسها توفير مناصب شغل للشباب. الحمد لله تجسدت في اسرع وقت. اليوم راهم مشاو للتيران كما نقولوا احنا بالدارجه للتيران، وشافوها راهي لاقص بهم الارض من جهه طريق المطار طريق اولف. والحمد لله بشرى للشعب الجزائري بصفه عامه والشعب الاضراري بصفه خاصه. يعتبر المشروع فرصه يعني ذهبيه لشباب الولايه، خاصه بيكون يوفر 5000 منصب عمل يعني مباشر، مما يساهم في الحد الكبير من البطاله. المواطن الاضراري يتفائل دائما متفائل خير، يعني الحمد لله ربي بالاخص في هذه الاونه الاخيره ان نشوف التوجه يعني اضرار راهي بدات تدي كما نقولوا تدي شويه من حقها. يعني بخطى ثابته تسير الجزائر نحو بناء اقتصاد قوي ومتكامل بتجسيد التعهدات وتوطيد العلاقات مع الدول الاشقاء في مسارات تعاون متنوعه تضمن الازدهار للبلاد.